العلماء. ينضم الينا سعاده السفيره نبيله مكرم، وزيره الدوله للهجره وشؤون المصريين في الخارج وراعيه ومنظمه هذا المؤتمر. صباح الخيرات يا فندم. صباح النور، اهلا وسهلا. سعاده السفيره، اولا بنحيي الجهود اللي بذلت، صوره جميله جدا جاينا من الاقصر، 23 عالم مصري بيشارك، 10 جلسات نقاشيه، تغطيه اعلاميه كبيره جدا. واحنا بنسمع التوصيات دلوقتي يا فندم ما بعد المؤتمر، يعني اليوم التالي لبعد انتهاء المؤتمر، ازاي هذه التوصيات يمكن ان تترجم بشكل تنفيذي ونشوفها تتحقق ونستفيد كمان من خبرة وعقول العلماء اللي شاركونا؟ في البداية الحقيقة أنا عايزة يعني أبدي يعني إعجابي وفخري بهذا المؤتمر اللي ناقش ملف مهم جدا وهو ملف المياه، وفخري وفخر الدولة كلها بالعلماء والخبراء والأساتذة اللي شرفونا وشرفوا مدينة الأقصر. والحقيقة فعاليات هذا المؤتمر كانت ثرية جدا، كان فيها تفاعل ما بين خبراء الداخل وخبراء الخارج. أيضا حضرتك أكيد شفت البراعم بتوع مدرسة ستيم وازاي قدموا براءات الاختراع. ايضا طبعا اعلان اول حاسب الكتروني للاقمار الصناعية بواسطة الدكتور محمد محمود من اليابان، صناعة مصرية وفكرة مصرية وتنفيذ مصري، وايضا اطلس الشمسي من دكتور هشام العسكري من الولايات المتحدة. بالتأكيد كان مؤتمر ثري جدا جدا، انما بتأتي توصياته اكثر اثراء لكل هذه الفعاليات، زي ما احنا عملنا بالضبط في مؤتمرات أو سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع واحد ومصر تستطيع بتل مربوطة. بنشتغل فور انتهاء المؤتمر، والحقيقة بنلحق هؤلاء العلماء والخبراء اللي ما زالوا موجودين. فتم تنظيم مواعيد مع الوزراء المعنيين بكل تخصصات هؤلاء العلماء بالفعل. يعني في مواعيد اتحددت مع معالي وزير الانتاج الحربي، مع معالي وزير الري، مع معالي وزير البيئة، وبعد كده بتبتدي وزارة الهجرة في متابعة هذه الملفات، عشان زي ما عملنا في الافتتاح ان احنا بنعرض انجازات مصر تستطيع واحد ومصر تستطيع اثنين، ان شاء الله في مصر تستطيع اربعة نعلن انجازات مصر تستطيع بابناء النيل. جميل، يعني هيبقى في زي تواصل مستمر ومتابعة لكل الافكار اللي قدمت، وكمان يعني في افكار كمان مهمة جدا والشارع المصري المواطن المصري محتاجها، فان شاء الله ده هيتم متابعته الفترة اللي جاية. عايز اسأل حضرتك اثر المؤتمر في الشارع المصري، يعني كلمتك الافتتاحية في افتتاح المؤتمر يعني ذكرتي او طالبتي العلماء بأنهم يحاولوا يوصلوا النتائج او الابحاث او حتى افكارهم للشارع، يبسطوا الامور للشارع. الى اي مدى افكار هذا المؤتمر تخص المواطن المصري، تخص حياته وتمس حياته بشكل مباشر؟ مظبوط، كان مهم جدا ان احنا نربط هذا المؤتمر او هذا المشهد باكمله يبقى منقول للمواطن المصري بصوره مبسطه، وخاصه الجلسه بتاعه الوعي تجاه مشكله المياه، وشرفنا فيها الدكتور صلاح حسن من الولايات المتحده وهو الحائز على جائزه الترويج من الجمعيه الامريكيه في واشنطن. كان مهم جدا ان احنا نطرح مشكله الوعي وازاي نفهم المواطن بترشيد المياه وبالاستخدام الأمثل للمياه. والحقيقة طرح الحقيقة دكتور صلاح خطة لكي تتمكن الدولة من توعية هذا المواطن بضرورة الحفاظ على المياه. إنما حرص العلماء الآخرين إن هم أثناء طرحهم لكل ملفاتهم، وطبعا ملفات علمية زي ما حضرتك ذكرت، إنما كان في نوع من أنواع التبسيط للمواطن علشان بس يقدر يفهم إزاي الملف ده بيتم إدارته. إحنا عندنا تقنيات حديثة وعندنا تكنولوجيا في معالجة مشاكل الري والزراعة، وعندنا الأقمار الصناعية، وعندنا الطاقة الشمسية، حاجات كتيرة جدا متداخلة. إنما غير الشارع المصري والمواطن اللي هو بيستقبل هذه المعلومات، كان في جانب آخر مهم جدا وهو المواطن المصري في محافظة الأقصر. صحيح. حضرتك عارف إنه هذا المؤتمر يعني بالإضافة إلى طبعا يعني مكانته أو يعني الحاجات العلمية اللي بتقدم والاستفادة منه، إنما الحقيقة استفاد أيضا المواطن في الأقصر، لأنه
كان في منظور ايضا سياحي صحيح. لهذا المؤتمر وكل المشاركين في هذا المؤتمر كانوا نزلوا الشارع المصري في محافظه الاقصر صحيح. وتفاعلوا مع البائعين وتفاعلوا مع المراكب السياحيه والمزارات السياحيه. فالحقيقه كان في اثر جميل جدا على البعد السياحي. البعد السياحي كان واضح كمان في زيارات المعابد او غيره في الاقصر. طب سعاده السفيره عايز اسال حضرتك يعني ان شاء الله مصر تستطيع 4. واحد كان عن قناه السويس في الغردقه المنطقه الاقتصاديه، 2 كان مصر تستطيع بالتاء المربوطه العقول المصريه، رقم 3 كنا بنتكلم على الميه والمياه كملف رئيسي. بتخططوا لايه بقى في مصر تستطيع 4 ان شاء الله؟ يعني ما فيش دلوقتي فكرة مطروحة، إنما عايز أقول لحضرتك إن كل هذه المؤتمرات كانت بتمس قضية مطروحة على الساحة المصرية. بالتأكيد إنه مصر تستطيع 4 هيبقى أيضا ملف جديد بيطرح. يعني احنا بنتكلم على يعني دي فكره مبدئيه، انما بنتكلم عن اعلان السيد الرئيس انه عام 2018 عام ذوي الاحتياجات الخاصه، فبالتاكيد احنا عندنا من النماذج الباهره من ذوي الاحتياجات الخاصه في انحاء العالم، مهم جدا ان احنا نسلط الضوء عليهم سواء في المجالات الفنيه او في المجالات الرياضيه او الاجتماعيه. يعني فكره مبدئيه، انما بالتاكيد كل لما يعني الايام بتجري اكيد ستظهر قضية ما تمس المصلحة المصرية والمواطن المصري، وإن شاء الله سيتفاعل فيها مؤتمر مصر تستطيع 4. احنا بنحيي حضرتك وبنشكر جهودك المستمرة والدؤوبة في مد الجسور ما بين المصريين الموجودين في الخارج وما بين وطنهم. بشكرك شكرا جزيلا سعادة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج.